عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على القناة الوطنية الثانية في حكايتي. حكايتي هذه هي برنامج جديد من خلاله في كل مرة احنا مجموعة من أحلى الصغيرات في كي تونس نجيو ونقعدوا مع بعضنا ونمدوا قصص، نقراو القصص، نفهموا الشخصيات والعبر والحكايات وندخلوا في كل التفاصيل الخاصة بكل قصة. وأكيد لكل حصة فما روح، علاش؟ خاطر روح الصغيرات هي اللي تبسم وتخلق هوية هالحلقات هذه. الدعوة مفتوحة لكل التوانسة فين ما كانوا، 24 ولاية من ولايات الجمهورية بالكمام والتمام. فين ما تتفرجوا تنجموا تبعثونا إرسالية وإلا مساج على صفحتنا على الفيسبوك حكايتي، تعطيونا الاسم واللقب متاع صغيركم العمر متاعو، خاصة وإحنا مازلنا في المراحل الأولى وبالتالي الأعمار اللي حشنا بيهم 5 6 7 سنوات صغيرات مازالت قاعدة تمشي خطوة خطوة في المسار التعلمي للغة العربية، وهذا ما ينجم كان يفرحنا. وبالتالي مرحبا بكم، مرحبا بصغيراتنا. نرحبوا مباشرة بسي زيد السالمي، اهلا وسهلا ومرحبا يا زيد، شنو حوالك؟ هيا فيني الضحكة، عسلامة. شنو نجم نعرف عليك يا زيد؟ قد عمرك؟ قد عمرك؟ 3 سنين، 4 سنين، خمس سنين. قديش عندك اخوات؟ زوزة. شنو اسمائهم؟ رجوليتي. قد اعمارهم؟ اكبر منك ولا اصغر منك؟ اصغر منك. قديش اعمارهم؟ 4 سنين. اي والاخر؟ 3 عامين. عام قديش؟ زوز 4 سنين. توامة هما؟ بالحق صح عليك، عندك زوز اخوات توامة يحبوا بعضهم برشا، وبالحق تبكي واحدة تبكي الاخرى، ويتشاركوا كل شيء، يلبسوا كيف كيف، ياكلوا كيف كيف، كل شيء كيف كيف. انت تحبهم برشا الزوز كيف كيف، ولا تحب واحدة اكثر من الاخرى؟ زوز كيف كيف. ما تحيش مع واحدة اكثر من الاخرى؟ مش اريج اكثر من ريتاجة ولا زوز كيف كيف؟ زوز كيف كيف. شو تقول لهم كان يتفرجوا فيك؟ باش تبعث لهم بوسة؟ تقول لهم حب؟ حبك. حبكم برشا. وانت شنو اسمك؟ سلمى. علي صوتك خلنا نسمع. سلمى شنو؟ بارك. قد عمرك يا سلمى؟ 5 سنوات. 5 سنين. عندك خويته؟ عندي اختي. قد عمرها؟ 11. 11 سنة. صحاب انت واختك؟ صحاب برشا انت واختك؟ تحبها برشا؟ تخليك تلبس اللبسه نتاعها وتعمل البارفان نتاعها وتعمل اللبسه نتاعها، والا تقول لك لا 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 انت صغيره وانا كبيره، كل واحده ولبستها، كل واحده والدريسينج نتاعها، وحدا حد ما يقرب لي لحويجي. كيفاش الحكايه مع اختك؟ تخليك تحبها برشا. هيا به. وانت عسلم. عسلم عسلم. علي لك صوت عاد خلنا نسمع. محليك، محلى روبتك، محلى الشركه، محلى لاكوغون والتاج على الراس. شنو اسمك؟ راني. راني قديه شنو اللقب نتاعك؟ وسلاتي. وسلاتي. قديه عمرك راني؟ 5 سنين. 5 سنين. وانت عندك اخوات؟ ايه. قديه؟ واحد. قديه عمره؟ عمر. عمر. قديه عمره عمر؟ 3 سنوات. 3 سنين. تتربش بيش تعيط له؟ محمد عمر. تتربش بيه تقول له محمد عمر؟ صحاب برشا انت اخوك؟ كي تستحق اي حاجه يا عمر يجيني ايجا في ساعة عاوني مدلي كذا كذا، ولا لا ما يحبش؟ يحب. يحب. شنو تقول له عمر كان يتفرج فيك وهو توا قاعد يتفرج فيك؟ شنو تقول له؟ يحب. او يا روحي. وانت عسلام. عسلام. شنو اسمك؟ شنو اللقب؟ اسمي ياسمين ولقب المالك. قد عمرك؟ 7 سنوات. مرحبا بكم الناس الكل. انتم تعرفوا تقريبا تصور الحصه، هاو في ديكم فما قصص، كل مره نقراو قصه ونحكيو شويه على القصه، على الشخصيات الموجوده، على حكايه هالقصه هذه. حاضرين نبداو؟ سي تايم زيد، مش تايم زيد، هكا ولا حاضره؟ هاي تحل القصه نتاعك ونبداو. سلمى تحلو؟ هاي نبداو. دونك قصتنا الحطاب والنمر، الحيلة تغلب القوة، إعداد حسن نجغام وفيصل كنز، لدار المعارف للنشر والتوزيع. شنو تقول القصة؟ حاضرين؟ الصفحة الأولى نبداو.
كان الطقس جميلا، فخرج النمر في جولة، ولما اقترب من النهر رأى فتاة جميلة. أحست الفتاة بوجود النمر فذعرت وتملكها الفزع واتجهت إلى بيتها مسرعة. لم يكن النمر يريد بها سوءا، بل تبعها حتى عرف بيتها. ولما دخلت الفتاة إلى البيت أقفلت الباب وقالت لأبيها الحطاب بأنفاس متقطعة: إن نمرا تبعني من الغابة وهو الآن أمام البيت. به شنو اللي فهمت يا زيد مينا الكلمات اللي كنت أنا توا نقرأ فيها الكل الصغيرات اللي يتفرجوا فينا وليكم انتوما اللي موجودين معايا في الاستوديو؟ شنو فهمت؟ كان يا ما كان في قديم الزمان نمر كبير يعمل في دورة في الغابة وتعدى بحذا النهر، علاش خاطر الدنيا ياسر سخانه وهو حسب روحه عطشان وحب يمشي يشرب. يا اخي شنو شاف؟ شنو شاف؟ بنيه مزيانه. بنيه مزيان. اي شنو حب يعمل وقت شاف البنيه النمر؟ حب يتبعها. حب يتبعها، صحيت. وانت يا سلمى شنو اللي فهمت؟ قل شنو قاعده تشوف بيه في التصويره لهنا؟ هذا شنو يتسمى؟ نمر. نمر، والنمر هذا كبير ولا صغير؟ كبير. وشنو فينو هو؟ شنو قاعد يعمل؟ قاعد يجري على الطفلة. علي علي صوتك خلنا نسمع. هو قاعد يجري على الطفلة، هكا فهمت انت؟ به. وانت يا رنا شنو اللي فهمت من الكلام اللي قلناه؟ النمر النمر يجري ورا الطفلة حب يتبعها. ايه وهي كانت فرحانه والا حست بالخوف ومشت تجري تجري لدارهم؟ كانت بالخوف. هي حست بالخوف. به ياسمين شنو اللي فهمت من الكلام؟ ان النمر النمر ذهب الى النهر كي يشرب منه، فوجد فتاه جميله. فرات الفتاه والنمره فهرعت جاريه. صحيتو، هذا هو اللي فهمناه تقريبا الناس الكل. كان الطقس مزيان وكان الطقس سخون، النمر قاعد يعمل في جوله في الغابه، اتعدى فجأة بحذا النهر، حس روحو عطشان، مشى باش يشرب. هو مشى باش يشرب ويلقى بنيه مزيانه كأنها سوندغيون. شو محلاها البنيه ومحلا زينها، عجبتو قعد يغزر لها. لكن البنيه حست انه فما نمر كبير وراها قاعد يتبع فيها، ولات تجري وتهرول وروحت تجري للدار ومشيت لبوها وتقول بابا بابا اما نسكر الباب راه فما نمر كبير يتبع فيها ومانيش عارفه شنو اللي يحب مني. خلينا نكملوا نقراو. دوك قالت البوها ان نمرا تبعني من الغابه وهو الان امام البيت. اطل نمر من النافذه وكانه يريد ان يقول شيئا، فقال له الحطاب: ماذا تريد ايها النمر؟ اذا كنت جائعا فعد الى الغابه وستجد ما تاكل. قال النمر للحطاب بلهجه لطيفه: لا يا سيدي، لست جائعا، وانما اريد ان العب مع ابنتك. هذا الحوار اللي صار ما بين الحطاب أبو الفتاة الجميلة وبنت النمر الكبير. شنو اللي فهمت أنت يا سلمى من الكلام هذا؟ وعلي لي صوتك خلنا نسمع الصوت المزيان. النمر شو عمل للنمر؟ شوف التصويرة فين مشى هو النمر؟ خلطت على الطفلة؟ فين خلطت عليها؟ للدار ولا المدرسة؟ الدار. للدار، إي. وشنو قالها؟ شنو قالها البون تاع البنية؟ قالها ما تخافش هاتو نحكي انا معاه. شنو قال له الحطاب؟ شنو قال للنمر؟ قال له كانك جيعان احنا ما عندناش ماكله نعطيوها لهنا، برا امشي للغابه وشبع كرشك. بنتي ما هيش للماكله هكا ولا؟ وانت يا زيد شنو اللي فهمت؟ شو عمل للنمر؟ فين مشى النمر؟ امام المنز. مشى امام المنزل وهو يحكي مع ابو البنيه منين؟ مش شبك. مش شبك. وش قال له الحطاب ابو البنوته؟ اش قال له؟ قال له كانك جيعان شنو تعمل؟ فين تمشي؟ للغاب. انا ما عنديش بنيه تتاكل. يا اخي هو شنو اللي قال له النمر بكل لطافه ولطف؟ اش قال له؟ امشي للغاب. اي قالوا لي انا من يجي عاد انا ما نحبش ناكل بنتك، انا نحب نلعب مع بنتك. به وانت يا رنا
شنو اللي فهمت من الكلام اللي كنا نحكيو فيه تو؟ النمر قدام الدار. قدام الدار، وشنو حب يعمل النمر؟ كان جيعان ويحب ياكل والا جوست حب يلعب مع البنوت؟ حب يلعب مع البناي. باه، وانت ياسمين شنو اللي فهمت؟ ان النميره تبع البنت الى المنزل واراد ان يلعب معها. اي، وشنو اللي قالوا البو نتاعها؟ قالوا انها ليست فارسه. صحيت، احسنت. دونك هذا اللي صار، البو قالوا كانك جيعان راه ما عندناش بنيه باش تتاكل، برا امشي كول على روحك في الغابه تلقى العديد من الحيوانات وبرا كول وابعد علينا. والنمر قالوا بكل لطافه وبكل بهجه، لا يا سيدي انا مني جيعان، لكن بنتك عجبتني وانا قاعد في الغابه وحدي ما عنديش مع شكون نلعب، نحب نلعب معها هكا ولا يا زيد؟ نكملوا نقراو. صريخة الفتاة حانقة، دعني وشأني، لن ألعب مع حيوان مفترس مثلك. ولما رأى الحطاب ابنته خائفة خطرت بباله حيلة، فقال للنمر إذا أردت أن تلعب مع ابنتي دعني أقتلع أنيابك وأقطع براثينك حتى لا تؤذيها فتشعر بالأمان معك ولن تخافك. وافق النمر دون تردد ومد يده للحطاب، فقطع الحطاب براثينه ثم اقتلع أنيابه. شنو اللي فهمت يا زيد؟ شنو اللي صار؟ شو عمل الحطاب للنمر؟ شوف شو عمل؟ حلو فم. اي، وشنو نحاله من سني ومن فمه؟ سني الانياب نتاعو باش ينجم يلعب مع بنته بامان وما ياكلهاش. وشنو نحاله زاده من يديه؟ حلو فمه ومن بعد مدلو يديه. شنو نحاله من يديه؟ ذوافرو باش ما يخبشهاش وما يفترسهاش وما ياكلهاش. اي، والبنيه كيفاش كانت؟ خايفه مطمئنه تغزر بدهشة؟ البوها شنو قاعد يعمل؟ تغزر بدهشة. صحيت، وانت يا سلمى شنو اللي فهمت؟ الحطاب شو عمل للنمر؟ حلو. وشنو عمل؟ نحاله. وشنو اخر؟ نحاله دوافر. علاش نحاهم؟ بس ما يخبص الطفلة وما يأذيهاش. صحيت صحيت، وانت رنان شنو اللي صار؟ شنو نعمل للحطاب هذا؟ حل الفم نتاع النمر ونحالو سني. ايه، وقص له الظوافر نتاعو باش ما يخبش جبدو باش ما يعضيش. صحيح، وانت ياسمين؟ ان فتح فمه وقطع له اديابه واسنانه واظافره كي لا يؤذي ابنته. صحيح، هذا اللي صار. صحيح، فهمتوا ديجا المعنى نتاع القصة. دونك الحطاب عيط للنمر قال له اوكي، على المبدا انت تحب تلعب مع بنتي عندي شروط، الشروط نتاعي اني نحي لك الظوافر نتاعك واني نحي لك الانياب نتاعك، وهكايا ما تنجمش لا تاكلها لا تخبشها لا توجعها لا توجعها لا حتى شيء، وتكون بنتي في امان خاطر هي نور عينيا وانا نحبها وما نحب حتى حد في الدنيا هذيا يؤذيها، وهكايا تنجم تلعب معاك وتحس بالامان. وافق النمر مسكين دون تردد ومشى مد يديه وحل فمه ونحلو الظوافر نحيلو الانياب نتاعو، قطع الحطاب البراثين والانياب. ومن بعد شنو اللي صار؟ هجم عليه الحطاب بعصاه قائلا لقد اصبحت دون اسلحتك التي كنت تخيفنا بها ايها النمر، اهرب قبل ان اهشم راسك به راوتي اذ لم يعد يخشاك احد منذ يوم. للاسف شنو اللي صار يا زايد؟ شنو اللي صار مسكين النمر؟ شنو اللي صار له كي نحينا له الانياب نتاعو ونحينا له الظوافر نتاعو؟ حتى بهز عصا باش يضربوا قالوا توا انا ما عادش نخاف منك، ما تجي تعملي حتى شيء، السلاح اللي انت كنت تخوفنا بيه احنا نحيناه، لا تجم تضربنا لا تجم تعضنا لا تجم تعمل حتى شيء يا اخي، هرب هكا ولا؟ وانت سلمى شنو اللي فهمت؟ الحطابة يضرب في النمر. ما هوش خايف منه؟ اي. علاش حسب رايك؟ على خاطر نحالو النياب نتاعو والظوافر نتاعو. وانت يا رنا شنو اللي فهمت؟ شنو اللي صار للنمر؟ الحطاب جاب ضربو. ضربو باش؟ بالعصا نتاعو. وكان خايف ولا مش خايف منه؟
مش خايف. علاش؟ علاش مش خايف منه؟ خاطر؟ على خاطر نحلو ظوافر الكل ونحلو ونحلو سني. صحيت. وانت ياسمين؟ أن الصيد أخذ العصا ثم هاجمه لأنه ليس لديه سلاح كي يقاتل به. هذا هو المعنى، وبالتالي لهنا اهجم عليه حتى بالهراء وبالعصا، وهو يجري هو يجري وضربه، قالوا انا تو ما عادش نخاف منك، لا تنجم تضرنا، لا تنجم تخوفنا، لا تنجم تاكلنا وتلتهمنا، ما تنجم تعمل حتى شيء. وبالتالي العبره من القصه هذه انه كل حيوان ربي وقت اللي خلقه في الدنيا هذه اعطاه ادوات، اعطاه خصوصيات ينجم يدافع بها على نفسه، ينجم يضمن بها الحياه، ينجم ياكل وينجم يشرب. وحتى حيوان ما يلزم يستغنى على الخصوصيات اللي يعطيها له ربي باش يضمن الحياة والعيش السليم متاعه. كانت هذه قصتنا لليوم بعنوان الحطب والنمر، الحيلة تغلب القوة. عجبتكم ولا لا؟ انا نحب نسألك انت اهم فكرة، انا هذا اللي فهمت، وانت شنو اللي فهمت منها القصة الكل متاع النمر والفتاة في الغابة؟ كي نقول لك لخصها لي في جمله في كلمه شنو تقول لي رنا؟ الحيوانات تنجم تكون مفترسه وقويه كي نحيولها ادوات القوه؟ نجم؟ لا، كي نحينا له السنين ونحينا له الظوافر والانياب ما عادش ولا قوي هكا ولا؟ وانت ياسمين شنو اللي فهمت؟ لان فهمت ان الخوف ليس جيدا. صحيت. وانت يا زيد شنو اللي فهمت من القصة هذه؟ شنو اللي فهمت؟ انه الحيوان ربي خلقه قوي وما يلزمش يفرط في حتى خصوصية وفي حتى حاجة على هيلو ربي باش ينجم يضمن الحياة متاعه، وينجم ياكل وينجم يشرب وينجم يتكاثر وينجم يكون موجود في الطبيعة بكل امان هكا ولا زيد؟ وانت يا سلمى بيقول لي انت وقت لي امك البارح قالت لك راه غدوه مشي للتلفزه باش تصور معاهم برنامج حكايتي، شنو قلت لها؟ فرحت والا خفت والا قلت لها لا لا ما نحبش؟ قالت لك ليه كما باش تمشي؟ فرحت. بالحق انت حضرت اللبسه والروبه المزيانه ولا هي حضرتها؟ هي حضرتها. هي حضرتها. وقتاش قمت اليوم الصباح؟ بكري. بكري وانت تحضر في روحك وتستنى انك تجي للتلفزة وتصور معنا. عجبتك الفكرة والتجربة الكل وصحابك الجدد عجبوك؟ زايد احكي لي وقت قمت اليوم؟ بكري برشا ولا كالعادة؟ بكري. وقتاش؟ شوي. اي يعني 7 متاع الصباح، 8 متاع الصباح، 9 متاع الصباح؟ 8 بتاع الصباح. انت عندك اخواتك التوام قلقوك؟ قوموك زاد هما بكري؟ فطرت فطور الصباح، حضرت لبستك وجيت للتلفزة مع شكون؟ مع امك، مع ابوك، مع مماتك، مع شكون؟ مع امي. وكي قالت لك راك ماشي باش تشارك في جلسة قراءة للقصص حبيت ولا قلت لها لا ما نحبش؟ حبيت. انت في العادة في الدار تقرا قصص انت واخواتك البنيات الصغار؟ انت تقرا لهم وتفسر لهم؟ تلون انت وياهم وتصور انت وياهم؟ وانت رنا احكي لي ماماتك قالت لك راك جايه ولا باباتك شنو قلت؟ فرحت. فرحت. وقت قمت الصباح باش تحضر روحك تلبس اللبسه المزيان؟ قمت الواحد نتاع الصباح. وما دي ساعه نتاع الصباح قمت؟ ترى عليك النوم وانت فايقه حتى لتوا وانت تستنى باش تجي لهنا؟ ها وعجبتك الاجواء لهنا والكواليس لهنا؟ عجبتك التجربه؟ اي. القصه اليوم عجبتك الحطب والنمره؟ اي. وانت ياسمين؟ فقت ثاني صباحا، لبست حوايجي وقديت شعري وفطرت. وعجبتك التجربه كي جيت للتلفزه وشاركتنا هالقراءه هذيا؟ بالحق. شنو تنجم تقول للصغار اللي يتفرجوا فينا باش زادوا هما يتشجعوا؟ يشاركوا في حكايه في الحكايه ويقروا برشا قصص في الدار. باهي انتم توا في العطله تقريبا، خرج العطله صيفيه، قديش من قصه قريت زايد في العطله هذه؟ واحده. واحده؟ تذكرش اسمها شنو؟ شو اسمها القصه؟ تذكرهاش؟
اما صحيت انك قريتي انت يا سلمى، قريتي قصه في العطله ملي خرجت؟ اي ولا ليه؟ مش مشكل، انت تو باش تروح من بعد برشا هديه وكلهم قصص، وعندك الوقت اقراها من الكل في الصيف وفي العطله. رنا كي خرجت عطله قريتي قصص انت واخوك عمر؟ ايه. بالحق قديم من قصه قريت؟ واحد. ذكرشي اسمها؟ القرد والقط. صحيت. وانت ياسمين؟ ست قصص اما ذكرت منها واحده ليلى والذئب. صحيتو. هكا نحبكم ديما تقراو وديما تحاولوا انكم تتشاركوا هالقراءات مع الصحاب مع الاحباب مع الكبار مع الماما، خليها تخرف خليها تحكي، وكل مره انتم عندكم تصاور عندكم افكار عندكم مخيل قاعد يكبر ويعودكم من بعد في التعبير الكتابي في المصطلحات في الكلمات اللي تنجموا انتم تتطوروا بها وتطوروا معادلاتكم ومستوياتكم التعليميه. انا فرحانه برشا بوجودكم معايا، نحب نقول انه الدعوه مفتوحه لكل الاولياء فين ما كانوا، نجموا تكونوا موجودين، التواصل ممكن عن طريق ربما صفحتنا في فيسبوك حكايتي، واهلا وسهلا ومرحبا. ترانزيسيون ترتيحه صغيره وراجعين مع قصه اخرى. مرحبا بكم في حكايتي. رجعنا لكم وكالعادة في إطار الترغيب على المطالعة وفي إطار أن أنسلطوا الضوء على مجموعة الإصدارات الموجودة في المكتبات العمومية التونسية وبأثمان جد زهيدة، الثمن دينار فقط. العنوان لهالإصدار نور والكتاب من سلسلة الأديب الصغير 3 لنور بن معلم، دار نهيل للنشر والتوزيع، كما قلنا متوفرة في كل المكتبات العمومية. خلينا نقراو مقتطف صغير والباقي عليكم تمشي وتشريو القصة تقراوها، وتنجموا تبعثوا لنا جوابات على عنوان مؤسسة التلفزة التونسية برنامج حكايتي، وعد مني نقراهم الكل أنا شخصيا، ونقراو للناس ربما التلاخيص وإلا التعابير الكتابية اللي تحمل إمضاءكم أنتم صغيراتنا في تونس من مختلف ولايات الجمهورية. شنو تقول نور والكتاب؟ أي تبع معايا؟ هيت يا زيد هيت، حل الكراسة وإلا الكتاب متاعك نور والكتاب، هاي نتبعوا بعضنا. نور بنت صغيرة لها لعب كثيرة تحبها وتمرح معها، دمية شقراء ودب بني وأرنب أبيض كالثلج. كل يوم تلقي نور تحية الصباح على صديقها الدب، وتمشط شعر دميتها ثم تدير الزر فينط الأرنب في أرجاء الغرفة، فتضحك نور من فرط السعادة. كبرت نور وها هي تذهب إلى المدرسة، لم يذهب معها أصحابها، صار لنور رفاق جدد، محفظة حمراء وكتب وكراسات وأقلام. هذا المقتطف من قصة نور والكتاب، الإصدار هذا موجود في المكتبات العمومية، تنجموا أنتم تقراوه، عندكم حب الاطلاع وماذا بيكم تفهموا شنو اللي صار هكا ولا؟ أنا كيفكم متشوقة أني نعرف بقية القصة هكا ولا زيد وسلمى؟ دونك تنجموا انتم تروحوا بيهم تقراوهم، والصغار اللي قاعده تفرج فينا عطيتكم انا فونغو عطيتكم مقتطفات عليكم انكم تشريوا القصه تقراوها وتبعثوا لنا وتتواصلوا معنا، هذا ما ينجم كان يفرحنا. انا نحب نقول شكرا لكل الصغيرات اللي كانوا معنا، سلمى، زيد، رنا، ياسمين، وانتم كي شاركتوا معنا هذا يا شرف لينا، جيتوا وفرحتوا وعديتوا قيت محليه معنا، وباش تخرجوا معاكم مجموعه من الكتب والاصدارات تقراوها خلال العطله الصيفيه. هذه هي الهديه الاولى، تجي من دار نهيل للنشر والتوزيع. ايا رنا تفضل بنتي. صحه ياسمين سلمى ايه زيد. شكرا. مرحبا وصحه وفرحه لاولادي. وهذه مجموعه الاصدارات اللي هي زاد هديه من دار المعارف للنشر والتوزيع. شنو نقولوا؟ شكرا. صحه صحه. هيا سلمى. شكرا. هيا زيد. صحه وفرحه لاولادي. قولي اي لا باش تهزوهم هذوك تروحوا بيهم معاكم. هذه هديه بسيطه ورمزيه من البرنامج ليكم، حطها. دونك في ختام هالاطلاله قل لي فرحان بالتجربه اليوم ولا لا؟ عجبتك؟ نحال شويه الرهبه، فرحانه بالحق. وانت يا سلمى عجبتك التجربه؟ كان عاود نستدعاك ونقول لك اجا معايا نقراو قصه اخرى تجي. شنو تقول للصغار اللي يتفرجوا فيك؟ يجيو؟ وانت يا رنا
عجبتك اليوم ولا ليه الحلقة؟ اي تفرهدت معنا؟ اي تعلمت حاجة جديدة؟ اي وانت ياسمين؟ عجبتني هذه الحصة كثيرا. شكرا لكم على الحضور، شكرا لكم على الوقت اللي عديناه مع بعضنا مع القصص ومع كل هالمعاني والشخصيات اللي تخيلناها وحكينا عليها بكل تفاصيلها. وصلنا نهاية حلقتنا، شكرا لكم على المتابعة. هذو مولادنا وبناتنا، مرحبا بهم، موجودين في كل عائلة، وماذا بينا كان مثل هالقعدات تتعاود مع كل العائلات. وإحنا في الصيف والسخانة، في وقت كل واحد قاعد على تليفون وإلى تلفزة، نجموا ناخذوا قصص كيما هكا ونقعدوا وندوروا وإحنا وصغيرات ونقرا ونخلي كل واحد والخيال نتاعو يمشي فين ما يحب ويختار النهايات اللي يحبها. هذا هو المغزى من حكايتي. الدعوة مفتوحة مرة أخرى، أهلا وسهلا ومرحبا بأولادنا من مختلف ولايات الجمهورية. هذا ما ينجم كان يشرفنا. تبقى على خير وفي الأمان. باي 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 باي.